السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، القناة التي تهتم بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وأيضا المواضيع الثقافية والسياسية والرياضية. دائما وكالعادة نبدأ بأبرز العناوين، ولكن بعد هذا الفاصل. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت. في تطور خطير، شانقريحا يضع تبون أمام خيارين: إما قبول مشروعه أو لا ولاية ثانية. خبراء أمريكيون يحذرون من دعم الصين الخفية للبوليزاريو. التفاصيل في هذه الحلقة. مشاهير يفقدون العلامة الزرقاء في موقعهم بتويتر. محامي سعد المجرد ينفي حجز جواز سعد المجرد ووضع السوار الإلكترونية. تطمح المديرية المركزية لأمن الجيش الجزائري إلى أن تصبح أقوى جهاز مخابرات والأكثر تأثيرا في الجزائر، فقد أطلقت الأركان العامة للجيش الجزائري تحت قيادة سعيد شنقريحة أخيرا مناورات جديدة قصد منح المديرية المركزية صلاحيات كبيرة تسمح لجهاز الأمن العسكري بتوسيع تدخلاته في جميع المجالات بما فيها المجالات المدنية للبلاد وإدارة الكيانات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة. وحسب المعلومات المتوفرة لمغرب انتليجنس، فإن سعيد شنقريحة يمارس ضغطا قويا على الرئيس عبد المجيد تبون لدفعه إلى قبول تفويض سلطات واسعة للأمن العسكري تخول له مراقبة التنصت على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية باسم الدفاع عن الأمن الوطني. شنقريحة: أنا أو لا أحد. يأمل رئيس المؤسسة العسكرية الجزائرية وفق مصادر خاصة إلى تحويل DCSA إلى وكالة فائقة القوة تشرف على جميع أجهزة المخابرات الأخرى مثل الاستخبارات الداخلية أو الخارجية، كما سيسمح هذا المشروع لشنقريحة الجيش الجزائري بفرض سيطرته الكاملة على جهاز المخابرات في الدولة الجزائرية. غير أن هذا المشروع يثير مقاومة قوية وسط حاشية تبون التي تنظر بعين الريبة لمحاولة السيطرة الكاملة على الأجهزة السرية من قبل شنقريحة وأتباع الأوفياء في الجيش الوطني الشعبي. وفيما ترى حاشية تبون أن مشروع شنقريحة من شأنه أن يعزز بشكل خطير نفوذ وقوة المؤسسة العسكرية على حساب قصر المرادية الرئاسي المدني، أصبحت تناور من جهتها لعرقلة هذا المشروع وفرض مبدأ ضرورة تعيين رئيس جديد للأجهزة السرية يكون خاضعا مباشرة لسلطات رئيس الجمهورية. لكن شنقريحة يرفض التنازل ويصر على مواصلة حملته مع تبون لإقناعه بقبول تمديد صلاحيات الأمن العسكري بحجة ضرورة الحفاظ على استقرار وأمن البلاد في أفق رئاسيات 2024، بمعنى أنه إذا منح تبون للجيش الصلاحيات الواسعة للسيطرة على الأجهزة السرية فسيحصل على ولايته الرئاسية الثانية على طبق من فضة. وفق ضابط سابق في الجيش الوطني الشعبي تحدث لمغرب انتليجنس، تبدو الصفقة مغرية بالنسبة للمحيط الأقرب إلى تبون، لكنها قد تحتوي على فخ من شأنه أن يخلخل الأجندة الرئاسية لعام 2024. يذكر أنه في يوليوز 2019 أحدثت المديرية المركزية لأمن الجيش جهازا مركزيا بالشرطة القضائية، من المفترض أن يرأس الهيئة التي تم إحداثها بموجب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية ضابط كبير يتم تعيينه وفقا للأحكام التنظيمية في وزارة الدفاع الوطنية، بيد أن هذا الجهاز المركزي ظل مسؤولا فقط عن التحقيق ومراقبة الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري وجرائم الإخلال بالأمن. اليوم تتمثل أولوية شنقريحة وتابعيه في توسيع مجال الاختصاص في هذه الهيئة من الشرطة القضائية لتشمل جميع الجرائم المنصوصة عليها في القانون الجنائي، وهذا سيجعل من الأمن العسكري أقوى جهاز أمني في البلاد دون منازع. يبدو أن النوايا الصينية بالمغرب ليست كالظاهرة، فالدعم الصيني أصبح يأخذ أبعادا جديدة قد تودد الاستقرار الإقليمي للمنطقة ويصل إلى تمويل التحركات العسكرية لجبهة البوليزاريو. ونقلا عن صحيفة نيوزويك الأمريكية، فإن بكين توجه الأموال عبر إيران ووكلائها إلى أعداء المغرب خاصة البوليزاريو، ذلك في إطار سياسة الصين لضرب مصالح حلفاء واشنطن بشمال إفريقيا.
وأوردت الصحيفة الأمريكية نقلا عن جوناثان باسا مستشار الطاقة لدى نيفرا جلوبال بارتنر أن شي جين بينغ يغذي تمردا مسلحا يأمل في الحصول على الفضل في إنهائه بشروط مواتية لأعداء أمريكا وأصدقاء المصالح الصينية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على سيادة المغرب على الصحراء حفاظا على استقرار المنطقة الأخيرة التي تملك أهمية جيوسياسية مهمة لدى حلفاء واشنطن في مقدمتهم أوروبا، مؤكدة أن الصين من خلال إيران تغمر المنطقة بالأسلحة، وإذا نجحت في تفكيك المغرب يمكن لبكين بعد ذلك التحرك على ليبيا وتونس في محاولة للسيطرة على جميع شمال إفريقيا. ونقلت الصحيفة ذاتها عن سفير أمريكا السابق بالمغرب توماس رايلي أن المغرب مستقر وسلمي، لكن الجزائر وبقية المنطقة منزعجة بشكل خاص، كما أن قادة البوليزاريو إذا كانوا سيحكمون بالفعل سيواجهون صعوبة كبيرة في الهروب من المشاكل التي يعاني منها الجيران في شرقهم وجنوبهم. من الصعب أن نرى كيف سيستفيد الشعب الصحراوي من العيش في اضطرابات دائمة، مشددا على أن هناك عنصر جيوسياسي أكثر أهمية، وهو أن الداعم الرئيسي للبوليزاريو هي الجزائر، والتي تجد وراءها مؤيدين خطيرين هما روسيا والصين، فالتواجد في الجزائر يشبه العيش في روسيا والصين، فلا عجب أن يشعر الروس والصينيون بالراحة هناك. فقد عدد من المشاهير عبر العالم العلامة الزرقاء الخاصة بالحسابات الموثقة عبر موقع تويتر، وذلك عقب عدم استجابتهم للشرط الجديد لمالك تويتر إيلون ماسك. ويتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة المشاهير الذين عمد ماسك على إزالة العلامة الزرقاء من حساباتهم، وذلك إضافة إلى النجم البرازيلي نيمار والنجم الهندي شاروخان والنجم الأمريكي بيونسي ونجم التلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس وآخرون. الجدير بالذكر أن العلامة الزرقاء لتويتر كانت تمنح في السابق لنجوم الرياضة والفن والسياسيين وغيرهم من المشاهير بهدف توثيق حساباتهم بعد التأكد من هوياتهم، غير أن إيلون ماسك قد قرر تعيين شروط هذه الميزة بغية تحقيق أرباح مادية جديدة. وكان ماسك قد كشف سابقا أن العلامة الزرقاء لتويتر ستصبح متاحة للجميع شرط أداء شهري بقيمة 8 دولارات، مبرزا أن هذه العلامة ستصبح متاحة في عدة ألوان وهي الأزرق والذهبي والرمادي. وضع جون مارك في ديدا محامي الفنان المغربي سعد المجرد حدا للجدل الذي طال قرار إطلاق سراح موكله، مبرزا أن هذا الأخير غادر أسوار السجن دون قيد أو كفالة مالية. وأوضح دفاع المجرد في حديثه مع العربية نت أن الفنان الشهير لن يعود إلى السجن، وبات بإمكانه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه بفرنسا في حال طلب مرة أخرى للسماع لأقواله من طرف القضاء الفرنسي. ونفى في ديدا في تصريحه أن تكون السلطات الفرنسية قد حجزت جواز سفر موكله وأمرته بوضع السوار الإلكتروني، مبرزا أن قضية سعد المجرد مستمرة. في سياق متصل، أطلق القضاء الفرنسي سراح سعد المجرد يوم الخميس المنصرم بعدما قضى حوالي شهرين بالسجن بالعاصمة الفرنسية باريس. يشار إلى أن القضاء الفرنسي أدان سعد المجرد بست سنوات سجنا مع منعه من دخول التراب الفرنسي لمدة 5 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية. كانت هذه آخر فقرة في حلقة لهذا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.